بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في مدخل آخر من مداخل مادة التربية الإسلامية، وهو مدخل التزكية، الدرس الرابع بعنوان القرآن الكريم هدى ورحمة للعالمين. بداية، قبل الشروع في محاور هذا الدرس، نستذكر وإياكم آيات من سورة لقمان من الشطر الأول والثاني، فيمكنك عزيزي التلميذ أن تقوم بذلك من خلال استظهارك على أحد أفراد أسرتك، أو تسجيل نفسك على مسجل صوتي أو هاتف. السؤال الثاني، استخرج نوع القاعدة التجويدية مع التعليل. يقول الله تعالى: ماء ثجاجا. إذن نلاحظ في هذه الآية التقاء التنوين فوق الهمز مع حرف الثاء. إذن ما هو الحكم الموجود في هذه الكلمة أو بين هاتين الكلمتين؟ إذن إنه حكم الإخفاء. إذا التقت النون الساكنة أو نون التنوين الساكنة مع الثاء، فالحكم هو الإخفاء، إخفاء النون الساكنة والتنوين. الآية الثانية أو المثال الثاني، يقول الله عز وجل: شيء شهيد. لاحظت عزيزي التلميذ أنني عندما قرأت هذه الآية لم أنطق بالنون الساكنة في التنوين الذي يوجد تحت همزة شيء، لأنه التقى بالشين، والشين من حروف الإخفاء. ننتقل للمثال الثالث، يقول الله عز وجل: عين جارية. إذن التقى تنوين النون مع الجيم، والجيم من حروف الإخفاء. أجب بصحيح أو خطأ مع تصويب الخطأ مما يلي: علم الله واسع، خطأ أم صحيح؟ إذن الجواب صحيح، لأن علم الله واسع. من الغيب ما لا يعلمه الله، خطأ، لأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، هو عالم الغيب والشهادة. أعبد الله طمعا في جنته وخوفا من عقابه، صحيح، لأن المسلم يعبد الله عز وجل بالخوف والرجاء معا. نمهد لهذا الدرس بهذا الحوار الذي نتابعه بين هند وسارة. تقول هند: ماذا تلاحظين على الصورة؟ تجيب سارة: ألاحظ مصاحف. هند: على ماذا تحتوي؟ تجيبها سارة: طبعا تحتوي على كلام الله. هند: أي القرآن الكريم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. سارة: نعم، أنزل عليه ليبلغه للعالمين. الأستاذ: ما معنى القرآن الكريم؟ وما هي آداب قراءته؟ وكيف نستفيد منه؟ إذن كل هذه الأسئلة سنجيب عنها أو عليها تلقائيا في موضوع هذا الدرس بإذن الله تعالى. إذن نبدأ على بركة الله ونقرأ النص الأول، وهو من سورة الحجر الآية التاسعة.
يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. النص الثاني: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم إذن النص الثاني من سورة الإسراء الآية التاسعة. نعرف بسورة الحجر، هي سورة مكية آياتها 99 آية، ترتيبها في المصحف الشريف 15، سميت بهذا الاسم لذكر ما حدث لقوم نبي الله صالح وهم قبيلة ثمود وديارهم بالحجر بين المدينة والشام. نشرح الكلمات. إذن كلمة الذكر: إنا نحن نزلنا الذكر، المقصود به هنا هو القرآن الكريم. كلمة أقوم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي الطريق المستقيم. مضمون النصين: إذن النص الأول يصرح فيه الله سبحانه وتعالى أنه نزل القرآن وأنه حفظه من التزوير والتحريف والتغيير والتبديل. إذن فالله عز وجل تكفل بحفظ القرآن الكريم. إذن مضمون النص: القرآن منزل عند الله، تولى حفظه من التحريف والضياع. النص الثاني: الله سبحانه وتعالى يؤكد في هذه الآية أن القرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم، أي إلى الطريق المستقيم، وهو بشارة للمؤمنين الذين يعملون الصالحات، بشارة لهم بالأجر الكبير. إذن مضمون النص الثاني: القرآن الكريم كتاب هداية وبشارة للمؤمنين. التحليل والمناقشة: لاحظ وميز بين آية الهداية وآية الرحمة في القرآن مع التعليل. يقول الله عز وجل في هذه الآية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذن الله سبحانه وتعالى يحكي مقالة أهل الإيمان يدعون الله سبحانه وتعالى بأن يؤتيهم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأن يقيهم عذاب النار. إذن فهذه الآية آية رحمة، لأنهم طلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يقيهم عذاب النار. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. إذن في هذه الآية أو هاتين الآيتين من سورة لقمان يبين الله سبحانه وتعالى أنه أنزل كتابه الحكيم والقرآن الكريم
أنزله هدى ورحمة للمحسنين. إذن الآية آية هدى، آية هداية، وآية رحمة معا. يقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. إذن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من أسباب الرحمة يوم القيامة. إذن فهذه آية رحمة. يقول الله عز وجل في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن الله سبحانه وتعالى يذكر مقالة أهل الإيمان عندما يطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يهديهم الصراط المستقيم وألا يسلكهم مسلك المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه آية نستشف منها الهداية إلى الصراط المستقيم. ننتقل إلى آيات أخرى. يقول الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إذن الله سبحانه وتعالى أنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. إذن فالآية آية رحمة. يقول الله عز وجل في آية أخرى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. إذن من جاء بالحسنة يوم القيامة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها من عدله سبحانه وتعالى. إذن فالآية آية رحمة. يقول الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إذن الله سبحانه وتعالى يخبر أهل الإيمان بأن لهم في القصاص حياة، والقصاص هي العقوبات التي تطبق على من ارتكب جرما كقتل أو كجرح أو ككسر عظم إلى آخره. فيخبر الله سبحانه وتعالى أن القصاص هنا حياة يعني رحمة، وإن كان ظاهره القسوة فإن القصاص في باطنه الرحمة. يقول الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن الله سبحانه وتعالى يمدح في هذه الآية الكاظمين الغيظ الذين يمسكون أنفسهم عند الغضب ويتمالكون غضبهم وبأسهم رغم قدرتهم على الفتك بمن اعتدى عليهم. إذن فهذه من مظاهر الرحمة، فهي آية تدعو إلى الرحمة والعفو والإحسان على الناس. إذن تقل إلى نشاط آخر. لاحظ وصل بسهم بين ما يعتبر من خصائص القرآن وما لا يعتبر مصححا الجواب الخاطئ. إذن القرآن الكريم نزل باللغة الفرنسية، هل يعتبر ذلك من خصائص القرآن أم لا يعتبر؟ إذن لا يعتبر. القرآن مبدوء بسورة الفاتحة ومختوم بسورة الناس،
نعم، من خصائص القرآن أنه مبدوء بالفاتحة ومختوم بسورة الناس. القرآن معجزة سيدنا موسى عليه السلام، هل هذا صحيح؟ لا، ليس معجزة سيدنا موسى، إنما هي معجزة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن كلام الله. نعم، إذن هو كلام الله. القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، صحيح. القرآن ممكن أن يطاله التحريف، هذا خطأ، قد حفظه الله سبحانه وتعالى من التحريف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى. القرآن منقول إلينا جيلا بعد جيل، نعم صحيح، هو ما يسمى بالتواتر. ننتقل إلى نشاط آخر، لاحظ واملأ الجدول بما يناسب مع التعليل. من آداب القرآن ما ليس من آداب القرآن. إذن فالوضوء هل هو من آداب القرآن أم ليس من آداب القرآن؟ إذن فهو من آداب القرآن. فهم ما أقرأ، نعم من آداب القرآن. نسيان المحفوظ ليس من آداب القرآن. عدم الإنصات ليس من آداب القرآن. العمل بأحكامه، نعم من آداب القرآن. تعلم التجويد، نعم من آداب القرآن. تدبر القرآن الكريم، نعم هذا من آداب القرآن. هجر القرآن ليس من آداب القرآن. تمزيق أوراقه كذلك ليس من آداب القرآن. واستعمال أوراقه في الغش ليس من آداب القرآن، لأن القرآن يحارب الغش. التحليل والمناقش أيضا، لاحظ ورتب الأوامر من أجل الاستفادة من القرآن الكريم. إذن على اليمين لدينا أوامر وعلى اليسار جدولا لترتيبها. إذن أي هذه الأوامر يجب أن يكون أول ما يقوم به المسلم؟ أعمل بما في القرآن، أم أقرأ القرآن مجودا، أم أتدبر القرآن، أم أفهم القرآن، أم أحفظ القرآن؟ إذن أول شيء يفعله المسلم هو يقرأ القرآن مجودا، ثم بعد ذلك يليه ماذا؟ الفهم، يفهم القرآن، لا بد من فهم ما يقرأ، ثم بعد ذلك يحفظ القرآن. إذا فهمته بعد أن قرأته أحفظه، ثم أتدبره. والتدبر يعني التمعن والتفكر في معاني الآيات. أعمل بما في القرآن إذن هو آخر أمرين. إذن بهذا أستفيد وأهتدي بالقرآن الكريم. إذن خلاصة الدرس أعزائي التلاميذ، القرآن الكريم هو كتاب الله تعالى المنزل من عند الله على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام بلسان عربي مبين، مبدوء بسورة الفاتحة ومختوم بسورة الناس، المنقول إلينا جيلا بعد جيل، المتعبد بتلاوته. آداب تلاوته وواجبنا نحوه. من آدابه الوضوء أثناء قراءته والإكثار من قراءته، الإنصات إليه بأدب وخشوع حينما يقرأ، فهم المراد منه، حفظ ما تيسر منه، تدبره والانفعال معه، العمل بما فيه امتثالا للأوامر واجتنابا للنواهي. القرآن كتاب هداية ورحمة، أنزل الله القرآن هداية للناس ليخرجهم به من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط العزيز الحميد. أنزله الله تبيانا لكل شيء وهدى وشفاء ورحمة للمؤمنين بما تضمنه من تشريعات وأحكام. إذا نرجو منكم أعزائي التلاميذ أن تكتبوا هذا الملخص على دفاتر دروسكم،
وكذلك قبله تكتبون المضامين، مضامين النصوص التي رأينا وشروحاتها وتعريف صورة الحجر كما رأينا في البداية، في بداية الدرس. نعم، ننتقل إلى التقويم الإجمالي. لاحظ وميز بين ما ينبغي وما لا ينبغي تجاه القرآن الكريم مع التعليل. إذن قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن ما ينبغي، ماذا ينبغي تجاه القرآن الكريم تلاقى من هذا الحديث؟ ينبغي الإكثار من قراءته لأنها فرصة ثمينة جدا، فكل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. فالذي لا يقرأ القرآن هو مغبون بطبيعة الحال، لأنه فوت على نفسه أجرا كثيرا وحسنات كثيرة. قال ابن القيم رحمه الله: من ترك تلاوة القرآن 3 أيام كتب هاجرا له، مصداقا لقوله عز وجل: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إذن ما لا ينبغي تلقا من هذه الآية الكريمة؟ ألا نهجر القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم سيكون لنا شفيعا يوم القيامة، ولا يكون شفيعا لمن هجره وتركه ولم يقرأه إلا نادرا. لاحظوا ميز بين ما ينبغي وما لا ينبغي تجاه القرآن الكريم: أفلا يتدبرون القرآن؟ إذن هذا السؤال كان موجها للمشركين: أفلا يتدبرون القرآن؟ إذن فالواجب على المسلم أن يتدبر القرآن ولا يتشبه بأهل الشرك. إذن أعزائي التلاميذ، أعزائي التلميذات، إعدادا للدرس القادم إن شاء الله، نكلفكم بأن تبحثوا عن سيرة السابقين الأولين الذين سبقوا إلى الإسلام، تذكرون أسماءهم، أوائل من أسلم من الرجال، وأول من أسلم من النساء، وأول من أسلم من الصبيان ومن الموالي. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.